انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على المشاركة في الفعاليات الأمنية العربية، شاركت الوزارة في أسبوع المرور العربي الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية احترام قواعد وضوابط المرور. يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه وزارة الداخلية خطوات ملموسة على طريق تطوير الخدمات المرورية والترخيصية لتعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في متابعة الحالة المرورية وتقديم الخدمات، فضلا عن جهود التوعية بقواعد المرور. تحرص وزارة الداخلية على المشاركة في الفعاليات الأمنية العربية، ومنها أسبوع المرور العربي، في الفترة من الرابع حتى العاشر من مايو كل عام، لنشر ثقافة المرورية والتوعية بأهمية احترام قواعد المرور. ويأتي الاحتفال هذا العام وقد انتقلت مصر إلى مرحلة أكثر دقة وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الحركة المرورية، مع ما تملكه من شبكة ضخمة من الطرق التي أنشأتها الدولة للتيسير على المواطنين، حيث قامت وزارة الداخلية بنشر منظومة متكاملة من الرادارات وكاميرات المراقبة لرصد ومتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ما ساهم في تراجع معدلات الحوادث على الطرق بشكل كبير. المنظومة المرورية الإلكترونية الحديثة تزامن معها قيام وزارة الداخلية بتطوير وحدات التراخيص لتصبح أكثر اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها، حيث قامت بتطوير منظومة الفحص الإلكتروني الفني للسيارات والتوسع فيها، وهو ما يوفر الفحص الدقيق للسيارات ويؤكد على التزام المركبة بمعايير الأمن والسلامة. وحرصاً من الوزارة على تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، قامت باستحداث وحدات تراخيص إلكترونية بمراكز التسوق، كما جهزت وحدات مرورية متنقلة لتقديم خدمات ترخيصية للمواطنين بالميادين العامة وأماكن إقامتهم، وكلها بهدف الارتقاء بالخدمات المرورية والترخيصية لتواكب التحول الرقمي الذي تشهده البلاد. هذه المنظومة المرورية الإلكترونية يتواكب معها قيام وزارة الداخلية بنشر الخدمات والارتكازات المرورية على كافة الطرق، ووضع سيارات الإغاثة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية والتي تعمل على سحب التكدسات والتعامل مع أعطال السيارات بشكل سريع. تمتد جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري على الطرق إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد وقوانين المرور كثقافة يجب أن تنتشر بين قائدي المركبات، فيتم توزيع مطويات بصفة دورية تحتوي إرشادات مرورية على قائدي المركبات بالمحاور والطرق للتوعية بأهمية الالتزام بتعليمات رجال المرور والفحص الدوري للسيارات بهدف التأكد من عوامل الأمان للحد من الحوادث، إلى جانب بث مواد إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة حول الحالة المرورية والإرشادات الواجب على قائدي المركبات اتباعها، بخاصة مع المتغيرات الجوية كالشبورة والأمطار، وكذا أماكن الأعمال الإنشائية والتحويلات المرورية لتحقيق السلامة والأمان على كافة الطرق. كما تستهدف وزارة الداخلية الأطفال بهذه التوعية عبر المدينة المرورية للأطفال، والتي تنتقل إلى المدارس وتقدم وبشكل مبسط وعملي للأطفال القواعد والإرشادات المرورية والتي تغرس لديهم قيم الانضباط والالتزام المروري منذ الصغر. كل هذه الجهود وهذا التطوير من منطلق أهمية احترام قواعد المرور وتنمية الثقافة المرورية بين قائدي المركبات، لذا تستمر وزارة الداخلية في خططها التوعوية والميدانية لضمان توفير بيئة آمنة للقيادة على كافة الطرق للوقاية من الحوادث وضمان الحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، فالمسؤولية مشتركة بين الجميع.